في الثامن من شهر يونيو عام 2014، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية. بعد صدور القانون وإجراءات التسجيل، بدأ شباب الإمارات من الفئة العمرية التي حددتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة بالتوافد على مراكز التدريب في مختلف إمارات الدولة. توافد أولياء الأمور لتوصيل أبنائهم إلى مراكز التدريب المختلفة في خطوة تظهر دعمهم ومساندتهم لأبنائهم في خدمة الوطن. التحاق آلاف الشباب بمعسكرات تدريب الخدمة الوطنية والاحتياطية في اليوم الأول كان مفعماً بالحماس ودليلاً على حسن تلبيتهم لنداء الوطن وتطلعهم إلى الحياة العسكرية. يستكشف شباب الوطن ملامح حياتهم الجديدة ويحملون معهم أولى مسؤولياتهم. وأول ما يتعلمه المجند في يومه الأول من الحياة العسكرية الجديدة النظام والاعتماد على النفس. وتعتبر الرياضة واكتساب اللياقة البدنية من أساسيات المناهج التدريبية لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويتدرج المجند في اكتساب اللياقة البدنية لينتهي باختبارات اللياقة. ومن أنواع التدريب القتال المتلاحم، ويتم التدريب عليه من خلال رياضة الجوجيتسو لتقوية القدرات القتالية للمجندين. تعتبر ممارسة الهرولة والجري نمطاً لحياة مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية خلال مرحلة التدريب الأساسي.
يتم تدريب المجندين على التقيد بتوقيتات محددة خلال وجودهم في المعسكر وترتيب سكنهم الداخلي. ويتم تدريب المجندين على الضبط العسكري من خلال التفتيش المستمر على الثكنات والقيافة والهندام. ويتم تدريب المجندات والمجندين على دروس المشاة والتي تنمي فيهم الانضباط العسكري والطاعة من خلال تنفيذهم للأوامر. ويتلقى المجندون والمجندات محاضرات وطنية وتوعوية لتنمية الحس الوطني والولاء والتضحية في نفوس أبناء الوطن. كما يتم تدريب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية على استخدام الأسلحة الخفيفة، ويبدأ ذلك بالدروس العملية على فك وتركيب السلاح، ثم يمر المجند بعدة اختبارات للتأكد من قدرته على استخدامه. المحاكاة في المشبهات أولى مراحل التدريب على الرماية، ثم يتم تدريب المجندين على الرماية بالذخيرة الحية. ومن الدروس الأساسية التي يتلقاها مجندو الخدمة الوطنية والاحتياطية تدريبات مهارة الميدان والتأقلم على مختلف تضاريس الأرض. كما يتلقون تدريبات عملية على مواضيع الأمن الداخلي. عبارة عن التغذية والأداء البدني. في التغذية أعطيناهم المواعيد الفردية حسب حاجة كل شخص فيهم. بالنسبة للأداء البدني كان عبارة عن
الأداء البدني والنشاط الرياضي، ومحاضرات عن أنواع التمارين اللي ممكن يمارسونها عشان تساعدهم أن ينزلون الوزن وتساعدهم في تحسين اللياقة والأداء البدني. أول ما دخلت الدورة كنت كل خطوتين أتعب على طول، والحمد لله هم بعد ساعدوني خفوا علي وشي خطوة خطوة، خلوني أوصل لمرحلة الحمد لله أني أقدر أمشي مسافات طويلة وما أتعب. كنت 218، الحمد لله خلال شهرين نقصت 27 كيلو تقريبا، والحين الحمد لله 194. تبدو جلية الاستفادة الإيجابية لمجندي الخدمة الوطنية بعد مكوث المجندين للثلاثة أسابيع الأولى في معسكرات التدريب وتلقيهم الدروس الأولى في الحياة العسكرية. وقد وفرت القوات المسلحة كافة سبل الراحة لتوصيل المجندين إلى منازلهم في كافة إمارات الدولة، حاملين معهم تجربة فريدة. فرحان قاعد البيت أشوف أهلي طبعاً 21 يوم ما شفته. أمشي شوية مسافات صغيرة، لكن يوم يتهني إن شاء الله على طول نمشي واللياقة ارتفعت. لو كان متعودنا على الدلع طول عمرنا نتعلم على الأشياء هذه. يوم كنا في الحالة المدنية كنا نتأخر على الأوقات، نتأخر على الصلاة، نتأخر يعني، بس من يوم جينا العسكري الحمد لله تعلمنا النظام والضبط والربط العسكري. أنا الحين شفت ولدي ما شاء الله متغير 360 درجة، من احترامه، من وقفته، من طريقة كلامه مع الأولاد ومع الناس ومع أهله. حياة العسكرية تغير حياة الفرد، تصقله، تعلمه الرجولة. احنا في أمس الحاجة إلى الرجولة. وكان خروج مجندات الخدمة الوطنية من مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بعد مضي أول أسبوعين من اختيارهن تجربة الحياة العسكرية مفعماً بالأحاسيس الوطنية وبفخر وسعادة أهالي المجندات لدى استقبالهن عند بوابات المدرسة. كل واحدة فينا من إمارة مختلفة، والحمد لله في أقل من 24 ساعة تعلمنا شيء اسمه